مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم في برنامجنا الجميل أحلى الكلام. بداية أحب أحيي المصريين وأحب أهني المصريين باللي حصل امبارح في كأس العالم. النموذج المشرف اللي الشناوي عمله والنادي القرن الأهلي عمله امبارح. برنامج أحلى الكلام، احنا برنامجنا اجتماعي ديني بنناقش قضايا كثيرة جدا. حبيت أبدأ أول حلقة النهاردة في أحلى الكلام بأحلى الكلام، ومفيش أحلى الكلام إلا ذكر الله عز وجل وذكر النبي عليه الصلاة والسلام. معنا النهاردة مجموعة مواهب جميلة جدا، واللي مشرفيني في الاستديو هنرحب بيهم من قراء قرآن كريم ومنشدين وإلقاء شعر. معنا أيضا هنرحب بيهم، معنا الشيخ أحمد حسان القارئ. أهلا بك يا شيخ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ محمد. كل عام وحضرتك بخير. حضرتك بخير ومصرين كلهم. ونورتنا يا شيخ أحمد. ربنا يبارك فيك. وأيضا معنا الشيخ مصطفى حمدي المنشد الجميل. الشيخ مصطفى أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. نورتنا يا شيخ أحمد. ربنا يكرمك. كل عام وحضرتك بخير. أنت بالصحة والسلامة. ومعنا أيضا الطفلة الصغنونة رتاج. إزيك يا رتاج؟ الحمد لله. عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله. هنبدأ النهاردة بآيات قرآنية من الذكر الحكيم مع الشيخ أحمد حسان. شيخ أحمد أبدعنا. بتلاقوا من القرآن. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضد به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. استمعنا طبعا إلى القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ أحمد حسان. شيخ أحمد ما شاء الله عليك، أنا شايف أنت بتقلد الشيخ أحمد هنا، جايب صوته بالظبط. يعني هل يعني طب مين هو يعني حضرتك متدرب في مدرسة مين بالظبط؟ أنا واخد من مدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل إن شاء الله، توصلا للشيخ احمد نعينا ربنا يحفظه يا رب، ربنا يحفظه ويبارك في عمره. تعلمت منه كتير وبسمع منه كتير، يعني الحمد لله ربنا يبارك فيه ويحفظه ويخليه لنا كده ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وتحيه طبعا وتقدير لفضيله الشيخ القارئ احمد نعينا. شيخ احمد، طب انت ان شاء الله يعني ليه ما فكرتش تقدم في اذاعه القران الكريم؟ ان شاء الله انا شغال على نفسي، يعني الفتره اللي جايه دي الاختبارات يعني بتبقى محتاجه مجهود شويه، محتاجه يعني اختبارات الاذاعه قويه، محتاجه تدريب كتير، محتاجه حفظ وحاجه، يعني ايه بنساعد ان شاء الله وربنا ييسر الحال ان شاء الله، ونستمع فيك خير ان شاء الله وتبقى موجود هنا ونسمعك ان شاء الله في القران الكريم ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، طبعا زي ما استمعنا القرآن الكريم، وإحنا طبعا إن شاء الله بكرة 1 رجب وشهور مباركة، معنا طبعا هنستمع بقى طبعا إلى الإنشاد الديني الجميل واللي هيبدأنا فيه الشيخ مصطفى حمدي. الشيخ مصطفى بعد إذنك، الشيخ حمد، الشيخ مصطفى حضرتك هتمتعنا بقى بمذائح نبوية. اتفضل اتفضل. اللهم صل وسلم على
صلي وسلم على أحمد محمد نبي الهدى صلاة نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا صلاة نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا بعد الحصى والرمال وموج البحور وقطر الندى بعد الملائكة القائمين كذراكين مع السجدا وألف صلاة وألف سلام على أحمد محمد نبي الهدى اللهم صل وسلم على أحمد محمد نبي الهدى. والسلام. استمعنا طبعا للتهالات والانشودة الجميلة اللي امتعنا بيها الشيخ مصطفى حمدي. طبعا خليني بقى نبدأ. الشيخ مصطفى حضرتك مين من المبتهلين اللي حضرتك بتحب تسمع لهم او بتحب تتعلم على ايديهم وتحب تقلدهم؟ مين؟ الشيخ طه الفشني ومولانا الشيخ محمد عمران والنقشبندي. تمام. و نصر الدين طوار. ما شاء الله. يعني مدرسة القديم. ما شاء الله. جميل. طبعا احنا معانا بقى النهارده حاجه جميله قوي وحاجه رائعه. معانا نبغه جميله جدا من اطفال الصغار والمواهب الجميله. معانا ريتاش. ازيك يا ريتاش؟ الحمد لله. عامله ايه؟ بس كده المايك. هنسمع منك بقى قران. يلا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الساقط من كل نفس لم عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين السلب والطرائق. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرشع والأرض ذات الصدع. إنه لقول الفصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. شكرا يا ارتاج. جميل قوي يا ارتاج. قولي لي يا ارتاج انت عندك كام سنه؟ 8. ما شاء الله. في مدرسه سنه كام؟ في ثالثه. بتحفظ القران؟ حافظ قد ايه من القران؟ 5 اجزاء. ما شاء الله. طب بتحبي تسمعي مين من الشيوخ؟ الحسيري. الشيخ الحسيني؟ الحصري. الشيخ محمد. الشيخ محمود خليل الحصري. ما شاء الله ما شاء الله. نبغه جميله قوي من الاطفال الجمال اللي منورين الاستوديو. ويا رب ان شاء الله كده نشوف اطفالنا جميعا زي ارتاج وان شاء الله نشوفها حاجه كبيره في الايام الجايه. طيب نرجع تاني للشيخ احمد حسان. شيخ احمد انا طالب منك يعني تسمعنا حاجه تانية من ايات ذكر الحكيم. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله
الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم شيخ أحمد أنا عايز أطلب منك طلب معلش على الهواء عايزك تنغمي في لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله تفضل لا إله إلا الله لا
الحمد لا إله إلا الله. الله ما شاء الله ما شاء الله، حاجة مفرحة وحاجة جميلة جدا. طيب نسمع حاجة كده من الشيخ مصطفى في عجالة سريعة. شيخ مصطفى يعني نسمع منك كده حتى لو آيات قرآنية. اتفضل يا شيخ مصطفى، مايك معاك، اتفضل. اهو اتفضل. آية قرآنية كده من ذكر حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، حاجة جميلة جدا وحاجة مفرحة جدا، يعني أصوات عذبة وأصوات جميلة ومواهب جميلة. احنا يعني نفسنا احنا نراعي حاجات زي كده، المواهب المدفونة دي نظهرها ونعرفها كده وتكبر وتبقى حاجة عظيمة زي المقرئين والمبتهلين اللي معانا واللي عندنا واللي احنا بنسمع لهم في إذاعة القرآن الكريم دايما. أعزائي المشاهدين ناخد فاصل، وبعد الفاصل معانا أيضا مجموعة من المواهب. بعد الفاصل ما تروحوش بعيد، خليكم تابعينا، ما تروحوش بعيد، فاصل ونرجع لكم تاني. مشاهدينا الكرام نحييكم من جديد. كان معانا طبعا مجموعة مواهب قبل الفاصل جمال جدا، ومعانا دلوقتي أيضا مجموعة مواهب جمال أيضا. احنا نفسنا نراعي الحاجات دي ونراعي المواهب في كل أنحاء الجمهورية، لأن المواهب دي جميلة جدا وأصواتها عذيبة جدا وحاجة نفرح بها كلنا. معانا أيضا موهبة جميلة، موهبة الشعر الإلقاء، معنا الشاعرة الأستاذة رنا محمد. رنا أهلا بك، أهلا وسهلا، نورتينا وكل عام وانت بخير. وأيضا معنا الشيخ محمود منتصر. الشيخ محمود أهلا بك، أهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا يا شيخ محمود، الله يحفظك، كل عام وحضرتك بخير، ربنا يرفع قدرك، الله يكرمك. قبل ما نبدأ اللقاء معانا مكالمة تليفونية الآن، الشاعر أحمد مكاوي. أستاذ أحمد أهلا بك. اهلا بيك يا فندم، كل عام وحضرتك بخير وانت بالصحه والسلامه يا محمد. استاذ احمد، طبعا انا نعرف ان استاذ احمد مكاوي شاعر اسلامي جميل تابع لاتحاد الاذاعه والتلفزيون، وشايفين طبعا ان المبتهلين في اذاعه القران الكريم دايما يعتمدوا اعتماد كلي على أدائك الشعري. طب قول لي أنت ابتدأت إزاي، بدأت إزاي في موضوع الشعر والإلقاء؟ والله أنا بدأت من صغر، يعني يعتبر البداية كانت وأنا في الصف السادس الابتدائي. تمام. وبعدين تطورت في كلية دار العلوم تعتبر يعني. تمام. طب أنت إزاي اكتست أنك تكون مبتهل اتحاد إذاعة وتلفزيون، وازاي خليت معظم المبتهلين يعتمدوا عليك اعتماد كلي؟ والله البدايه كانت بدأت مع زميل لي اسمه عبد الرحمن اشرف ناجي. تمام.
كنت قال لي اكتب لي حاجه دينيه وكده، فكتبت له حاجه دينيه، فبدا ان هو ينشدها بتاعت القهوه الكوبا، فنالت اعجاب ناس كتير جدا يعني. ما شاء الله جميل. فمن وقتها بقى بدات اكتب شعر ديني، وحسيت ان انا صاحب رساله. حتى لما كنت اتودد في المنتديات ولا كده، كنت اقول للشعراء انا معي رساله، انا مش جاي اتمتع، مش جاي اقول شعر علشان اتثقف، انا عايز اقدم رساله معينه. تمام. فبدات اتعرف على المبتهلين زي الشيخ سعيد هزاع، المبتهل ابراهيم راشد، الشيخ محمود عوض الله، الشيخ جمال السيد الصعيدي. هؤلاء يعني بدا معهم المشوار، وطبعا من حسن اداء المبتهل اكسب الكلام ثوب جديد يعني. ما شاء الله، حاجة مفرحة جدا يا أستاذ أحمد. طيب ما تسمعنا حاجة كده. طيب ماشي، أسمعك حاجة عن رجب. اتفضل. رجب بالخير لنا جاء، حبا ليعيد الإسراء، فيمد المشتاق ضياء، قد جاء بمدحك يا طه. عليه الصلاة والسلام. أثر الله به مولانا، فوق براق العزة كان، مع جبريل الحب أتانا، من مكة حتى أقصاها، صلى بالأحباب إماما، في الأقصى قد نال وساما، قلبي بمحبته هاما، مدح الهادي يرضي الله. عرج المختار إلى الأعلى، وسما للمنزلة المثلى، فحبيبي أسمى بل أغلى، وبه أشواقي تتباهى، وقبيل السدرة يستغشى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، ويشاهد في الأفق العرش، والنفس إلهي قواها. ما شاء الله، كل عام وحدك بخير يا أستاذ أحمد، وشرفتنا ونورتنا، شكرا لك يا أستاذ أحمد. ربنا يعزك محمد. نرجع تاني مع مواهبنا والناس اللي مشرفونا في الاستديو. استاذة رنا، حابب نبدأ بيكي. انت قلت لي في الفاصل انت مجهزه حاجه وطنيه كده، حاجه جميله. طيب عايزين نسمع بقى منك حاجه كده. قصيده انا كنت كاتباها لمصر في اول بدايه كتابتي من سنه اولى اعدادي، وشاركت فيها في الاذاعه المدرسيه مصر البهيه. مصر 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 يا إبلة العرب ومطمع العالم، مصر دي البهية اللي في القلب وفوق الراس متشالة، مصر اللي عيدها من يوم تاريخها متصانة في كل شبر فيكي، في كل شبر فيكي والله بيحلف بيكي، عن جمالك وجمال ناسك والنهر اللي بيجري فيكي. كان صوت معسكرك في وداني، كان صوت معسكرك في وداني، والصعقة والأغاني، شفتي حبي ليكي كان ايه؟ ما هو حلمي مش عادي ان اكون مهندس او حتى كيميائي، حلمي ان اكون فدائي، وحياه الجيش اللي بات، وحياه الجيش اللي بات يحلف ان بلده تبات في الامان، وحياه كل شبر ورمله في سينا، ان ما اسيبك لو حتى هيروح دمي ودم مينا. دي سينا ارض الفيروز، دي سينا أرض الفيروز وجيوشها أسود، واقفين لأي عدو أو جاسوس، ما تحاولش تفكر فيها، ما تحاولش تفكر فيها، ده احنا اللي طردنا الهكسوس. على الحدود، على الحدود هحميكي، ومش خايف من أي صاروخ أو رصاصة تيجي. شفتي حبي ليكي كان إيه؟ هو حلمي مش عادي إن أكون مهندس أو حتى كيميائي، حلمي إن أكون فدائي. ما شاء الله، حاجة جميلة جدا يا أستاذة رنا. طيب أسألك سؤال كده، يعني أنت لما بتيجي تبقى في إلقاء شعر بتندمجي كده في الشعر، وعندك إحساس رهيب كده في، طبعا حاجة جميلة جدا، كل التقدير والتحية لجنود مصر، وكل التحية أيضا للجيش المصري العظيم ورئيس الجمهورية، وتحية مصر لنا كلنا. طب أنت قلت لنا أنت محضر حاجة للشهيد أحمد المنسي. كنت كاتبة له قصيدة بعد ما سمعت مسلسل الاختيار، ابتديت أسرد الأحداث، فكتبتها على طول بعد مسلسل الاختيار في رمضان. طب نسمعها. القصيدة بعنوان الكاتبة 103، الساعة 2:30 تحديداً
استنى ان يجي ما بيجيش، في خيالي ما بيسيبنيش، حتى في منامي عايش ببطولاته وحكاياته اللي ما بتنتهيش. ابني مات على ايد كلاب ما تسويش، ساب مكانه حاجز، ساب وراه اسود في كتيبه 103 في الجيش. اخر مكالمه ليه: اطمني عليا يا امي وما تقلقيش، نامي انت بس وسيبي كل شيء لله وما تفكريش. نص ساعه نص ساعه تمم على العساكر والبنادق وارجع احكي لك كنت عامل فيهم ايه. ابن الجبل ما بينحنيش، ومن يوم قالوا لك يا امي ابنك شهيد، اوعاكي تبكي يما، اوعاكي تبكي يما، دي الشهاده لي عيد. طب ليه يا ابني تقول كده؟ طب مين هيشيلني يوم دفنتي؟ دي كانت وصيتي. ليل طويل وكل شويه صبر نفسي واقول يمكن نام من تعب وارهاق طول اليوم، كانت في اللحظه دي لحظه الهجوم. شق النهار وعيني حلفة ما تنام غير لما تطمن عليه وتحس انه بخير وبسلام. تليفوني رن، جريب بلهفة عليه، قالوا قالوا يا ابني كنت فين؟ قلقتني عليك. قالوا لي البقاء لله يا امي، العقيد احمد منسي شهيد، ابنك بطل ومات بطل في وسط النار والرصاص، في ايده سلاحه، على ظهره جندي شال همه، صرخوا باعلى صوت اثبت منك ليه، ينجيب حقهم ينموت زيهم. رد البطل علي: علي تمام يا فندم، حق اخواتنا مش هيروح لو فيها كلنا هنروح، حق اخواتنا مش هيروح لو فيها كلنا هنروح. حاجة جميلة قوي، رحم الله شهدائنا الجمال الشهيد احمد المنسي وغيرهم وغيرهم وغيرهم. شيخ محمود اهلا بيك، نورتنا وشرفتنا. الله يحفظك ويبارك لك. عايزين عجالة سريعة كده كلمة عن شهر رجب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد، وصلاة وسلام على خير من ولد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان هذا أول لقاء لي مع حضراتكم، فإني أود وأحب أن أشكر حضرتك، أشكر معد البرنامج، وأشكر صاحب القناة، وأشكر كل القنوات التي تهدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. القنوات الهادفة اللي بتجيب لنا شباب هادف وبتسمعنا كلام هادف. عشان كده احنا بنتكلم على شهر رجب، هذا الشهر الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وفي صحيح السنة. الله عز وجل قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. المتقي فعلا اللي مش هيظلم نفسه في هذه الأشهر الحرم، المتقي فعلا اللي هيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح متفق عليه أن أبا بكرة نافع ابن الحارث، نفيع ابن الحارث رضي الله عنه، كان مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد منها أربعة حرم، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أصابعه فقال: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. وخصه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ورجب مضر بين جمادي أو جمادة وشعبان، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي بيخص الشهر ده وبيخص الأشهر الحرم لأن لها عظم. الشباب دلوقتي زي ما احنا بنتكلم بنقول احنا عايزين ننتفع، عايزين ننتفع بالشباب، عايزين نخرجهم من إلى، عايزين نخرجهم من الظلمات إلى النور. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، فقول لهم هذه الأيام هي أشهر حرم. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يستفيق القوم، يعني لو الدنيا هادية كده والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عايز يسألهم بقى وإيه ويخليهم معاه، فقال: أي شهر هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. وهم يعلمون ولكنهم جيل السمع والطاعة، مؤدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس هذا هو شهر ذو الحجة؟ قالوا: نعم.
قال أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، رضي الله عنهم ورضوا عنه الصحابة أجمعين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أليست هذه هي البلدة؟ أي البلدة الحرام؟ قالوا نعم. قال أي يوم هذا؟ فسكتوا وقالوا الله ورسوله أعلم. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يوم النحر. فأشهدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأشهدهم على كلام عظيم حرم عظم هذه الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه الأشهر وهذه الأيام، قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إلى نهاية الحديث، إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت، اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. طب أنا أخرج إيه من الكلام ده؟ أنا أخرج إن أي شاب لازم أعرفه إحنا فين. الأيام دي مش زي أي كلام، مش زي أي أيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وردد كلام الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نحاسب على هذه الأيام، لأن في ناس هترفع قوي زي جيل الصحابة لما كانوا بيجهزوا نفسهم لرمضان يقولوا اللهم بلغنا رمضان أجمعين لا فاقدين ولا مفقودين، وفي ناس تانية هتخسر، والجاهز لرمضان هو اللي هيجهز نفسه من دلوقتي. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ربنا يحفظكم. ربنا يبارك لك يا شيخنا، وكل عام حضرتك بخير. الله يحفظك، وكلمة جميلة جدا. طيب أستاذ رنا، عايزين نسمع منك قصيدة تانية، حاجة عن مين؟ جدك؟ دي أول قصيدة كتبتها. هو موجود ولا؟ لا متوفي. الله يرحمه. طب اتفضل. قصيدة بعنوان أثر فراق جدي. كنت لسه صغيرة معرفش يعني إيه موت، وناس تفارق الحياة وتفوت، معرفش يعني إيه حزن كاسر قلب وصمت وسكوت. كل الحكاية كل الحكاية كان عندي سنتين على موتك، بس كنت أحس بيك وبوجودك. فاكرني طفلة ومعرفش حاجة، ما يعرفوش ان الوجع بيقتل فيا وبالزيادة. كنت صوب بسمعه وقت اذان الفجر بيصحيني وبايده بيسقيني، مكمني حفيدته وبنت بنته واول فرحته. كنت كل حاجة حلوة بشوفها فيك، شفت حنيتك اللي ما شفتهاش في حد الا فيك. كنت حاسة بفراقك، حاسة بصوت امي وهي بتبكي عليك. ويوم ما مسكت القلم وكتبت شعر كتبت فيك عن جمال قلبك وحب الناس ليك. أصل الشعر مش كلمتين على ورق ودمعتين على خد، الشعر طالع من قلب حزين عليك. وحشتني قوي، وحشني صوتك، وحشني لمتنا اللي ما كانتش تكمل إلا بيك. آه يا قبر، آه يا موت، أخدت جدي مني وسبت لي في قلبي حزن كاسر قلب وصمت وسكوت. الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين. في ختام حلقتنا طبعا أشكر كل ضيوف الكرام اللي شرفونا، القارئ الشيخ أحمد حسان، والمنشد الشيخ الشيخ مصطفى حمدي، والطفلة الصغيرة رتاش الجميلة اللي كانت مشرفانا، والشاعرة رنا محمد، والشيخ محمود منتصر. على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة. أحب أختم بالدعاء مع الشيخ محمود نختم به. على أمل نلقاكم حلقة قادمة. لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبقى مع الشيخ محمود، فضل. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه يا ربنا في الآخرين، وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون، ونعوذ بك من الجزام، ونعوذ بك من البرص، ونعوذ بك من سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أمنا في أوطاننا،
اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأمن أوطاننا بنا، اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء، اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء، اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان أجمعين، لا فاقدين ولا مفقودين، اجعلنا يا ربنا فيه من أهل الصلاح. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل.